السلام عليكم بنات، لاباس عليكم؟ كيف بقيتو؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير واحوالكم طيبه. بلا ما نطول عليكم، اليوم انا جيت عند الوالده ديالي، واليوم الجمعه غادي نبدلو ان شاء الله الكسكسو، غادي نديرو السفه مدفونه، الشعريه مدفونه. ان شاء الله هانتوما، بلا ما نزيد نطول غادي نوريكم المقادير هانتوما كيف ما كتشوفوا. دابا غادي نبداو على بركة الله. بسم الله. هيا ماما هي اللي غادي تزيد تكمل لكم دجاجنا. تنحيد له. السلام عليكم البنات بهدا، كي صبحتو؟ كوم عيشة تتسول عليكم، صباحكم مبروك. انا الدجاج تنحيد له الجلدة. ها هو حنا حتى شي واحد ما تياكلها عندي في الدار. بسم الله. داس كنجبير، تقريبا واحد المعلقه ونص. ايوا داكشي يعني على حسب الدجاج وعلى حسب هنا اللي تيدير دجاج كتير تيكثر العطرين. شحال هنايا تقريبا؟ حتى ما المعلقه صغيره ديال البزار. الدجاج تيبغي سكين جبير، درت له معلقة كبيرة. معلقة كبيرة البنات، معلقة كبيرة ديال سكينجبير، معلقة كبيرة ديال البزار، الملحة حيت الدجاج مملح، شوية شوية د الملحة طيب بدا يطيب. حيت هذا راه تيذوقو الإنسان واش يحطو واش يزيد واش ينقص. والخرقوم حنا ما كنديروش الزعفران، كنديرو الخرقوم حتى هو واحد نص معلقه كبيره. الزعفران هاد الانسان هاد اللي كندير ميها فاش تغلي الدجاج. وثومه، ايوه هانتوما، حيت حنا تعطلنا على داكشي ما بدينا نيش عند هاد الثومة محكوكة. محكوكة شحال ديال الثومة؟ ثلاثة ديال الدريسات الثومة. ثلاثة ديال الدروس البنات ديال الثومة. نعاود لكم باش اللي بغى يديرها ان شاء الله بهذه الطريقة، وكتجي غزالة، كتجي رائعة، كتجي فنة تقوبية. ها نتوما المقادير، خلاص هنايا الدجاج على حسب نتوما شنو غادي ديروا. الا درتو دجاجة كاملة راه كتجي فيها معلقة كبيرة ديال سكينجبير، معلقة كبيرة ديال البزار، وتقريبا واحد نص معلقة كبيرة ديال الخرقوم، وثلاثة دقيقات ديال الثومه. الملحه حيت حنايا الدجاج راه كنا حنايا كنملحوه، كدير غير واحد ربع معلقه، وفاش فاش يغلى وهذا كي ضروري كتذوقي هادشي اللي كاين. غادي نخليوه دابا، نخليوه ان شاء الله يغلى ونتلاقاو من بعد. وخلاص حنا مشلضين البصله كيف ما وريتكم في الاول، وتما واحد الرباطه ديال المعدنوس. صافي البنات، على ما يغلى ونتلاقاو من بعد. السلام البنات، ها هي البصيله، ها البصيله المعدنوس. البصله حيت تجي مبغمره خص البصيله، ثلاثه البصيلات، ثلاثه كبار. وها هي هذه، هذه سميتها الشعريه، شويه ديال السمن، شويه ديال السمن. ها انتم شوفوا كاس ديال الزيت مخلط، زيت المائده وزيت العود. عليها زيدوها مريقه ونسدو ليه. دابا ها هي هنايا هذه الشعريه، نبدلوها بالبسمله، شويه ديال الزيت.
خلاص البنات سلك حتى هاد الشعريه على حسب زعما عدد الاشخاص. حنا غادي نكونوا بزاف على داكشي درنا هاد الكميه. راه نقرب كيلو ونص، نتوما ديك الساعه غادي تشوفوا شحال. ثقوا بيا كتجي فنه، كتجي كتجي زوينه، كتجي غزاله بالصراحه. وكنبدلوا داك الديكور ديال ديما الكسكسو، سيبدل شويه بنادم. بسم الله صافي نديرو الفوار. الفوار الاولى كتشوفوا صافي حنا ساليناها. دابا غادي ديرها في البخمه، وهي عاد كدير لها واحد الطريقه دغيا. واخا دابا ماشي علينا الحال، غادي دير لها واحد الطريقه دغيا دغيا كطيب. ها نتوما تبعوا معنا حتى الاخر باش تشوفوا الطريقه ديال المعيشه في التوجد ديال السفه ديال الشعريه المدفونه. يلا ها البنات تنطلقوا. البنات هذه هي الطريقه اللي قلت لكم كديرها باش تجي دغيا، باش تطيب دغيا. ها كانت غادي تحرقني داك الماء اللي كيكون في البرمه سخون كتهزو. كتهزو وكتسقي به النيت. ها هكا ما تتهج هاد الشعريه فيا بزاف. هاهي دابا ترخفلات. باش ما تتقاش زعما الا كانت ربعة د القفلات ولا هدا تيدارو غي تلاتة. هي تلاتة دابا هادي التانية. هادي اللولة. هادي اللولة، اه هادي اللولة. دابا غادي نديخو التانية. هي باش تبعو حتى نتوما المراحل وكتجي زوينه. دابا ها دابا غادي تخشها بالماء بارد كتزيد التحل. وهكا ما كتاخذش حتى الوقت بزاف. دابا حنا اصلا معطلين ديجا، ولكن بهاد الطريقه هادي غادي نجيو ان شاء الله في الوقت هو هذاك الوقت ديال الغداء. ها نتوما كتشوفوا ما غادي تشرب في الكسعه ما والو، دير فيها نيشان. نتمنى ان هاد الطريقه تديخوها في المنازل ديالكم وتشربوها باذن الله. واللي مازال ما اشترك معايا في القناه يشترك فضلا وليس امرا، وتخليوا لي تعاليق زوينه كي بحالكم، وتفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد ديالي. هاك يا صافي، هي كتهز دابا، هي كتهز. صافي كتهزها وكديرها في
صافي كتهزها وكتبقى كدير هذيك الكميه كامله هنايا في الكسكاس. وخلاص الزبيب راه ضروري حنا كنديقو فيها الزبيب، راه في الزكاتو من قبل باش يخطب شويه وكيتغسل النيت. وهنايا خلاص ها هو الدجاج هنايا انا نوري لكم سخون حتى يطيب، ما غادي نمس الدين عليه ما والو حيت راكم عارفين الدجاج دغيا. صافي وعاوتاني نتلاقاو باذن الله من بعد. السلام عليكم البنات، ها انا رجعت لكم وانا كنعرفتي شنو واحد المرحله ما صورتهاش حيت الصراحه تزربنا. المهم هذه فاش خوينا عليها الماء طايب وخديناها تفور تتفور مزيان كنحطوها الزبيبه انا درتو في الطغمير كنحطوها وكنديرو سميتو وكنديرو كتسقيها بالحليب في عود الماء كدير نسيت خوت الحليب. ويلا كان نسلي وحتى نسلي حتى داك نسلي المركز الحليب المركز حتى هو كيجي زوين، ولكن انا عندي كغامل على داكشي ما درتوش. المهم قلت لكم كدير نسيت خوت الحليب كتسقيها، كانت مازال شويه قاصحه كتزيدها شويه ديال الماء وكتفضها تفور. دابا هانتوما كتشوفوا هذه هي الاخره، هذه هي الثالثه تفوقه الثالثه، ودارت هنايا الزبده باش كتجي زوينه كتجي لابد من هذيك الزبيده في الاخر باش تحل. هانتوما كتشوفوا انها محلوله، خصها ما تجيش البنات معجنه وما خصهاش تجي عاوتاني مميها، خص ضروري الانسان يعرف العبار ديال الماء. تشرب الشعريه مزيان ولكن كاين شي نوع ديال الشعر تسيطرو الحليب الا بقات شويه قاصحه تمشي ليها امي. قلتها لهم غير هو كاينه شي شعريه شي نوع ديال الشعريه كيكون ما مزيانش. انا كانت وقعت لي واحد النوبه وخلاص الزبيب ما دخلناهش هنايا، دارته في الدغميره ديال الدجاج. هانتوما كتشوفوا كتكون سخونه، انا فاش كنديرها ما كنديرهاش بيديا، ضرو كنديرها غير بالمعلقه هكا بمغرفه ديال العود هي اللي كتفك حيت اليدين كيتحرقوا. ولكن ام عيشه مسكينه هي كديرها بيديا. الله يخلي لنا الموات ديالنا، اللي عنده شي ام الله يخليها له، واللي توفات اللهم تعالى يرحمها ويوسع عليها في هذا النهار. الوالدين وبالاخص الامهات ما كاينش كي بحالهم الله، والبنات في ميماتكم لا بد. ها نتوما بقاو معايا ما تصفيوش، ها نتوما غادي تشوفوا ما غادي نديروهاش في الكسعه، الكسكسو اللي كيدار في الكسعه كتجي تجي حلو في الكسعه صراحه. حتى هذه شنو بس كنديروها دابا هو غادي نديروها في هاد الطبيصيل هذا. ها هو البنات من بعد ما طاب داك الدجيج درناه فوق ديك الطبقه الاولى ديال الشعريه كيف ما كتشوفوا، وكنزيدو ديك الدغميره ديال الدجاج، وجات غزاله جات بنينه. وداك الزبيب اللي قلت لكم دخناه في الدغميره في صراحه جابها معسله، كاين اللي كيديرها في الشعريه وحتى حنا كذلك شنو بس كنديروها في الشعريه، ولكن مع الدغميره جات رائعه كيف ما كتشوفوا. ها نتوما دابا كنحاولوا ما امكن اننا نغطيو داك الدجاج بالطبقه الثانيه ديال السفه.
كنبقاو معاها هكا حتى تنساليو ديك الكمية خاصها تغطى كلها، ومن بعد كنزينو. التزيين خلاص كيبقى على حسب الاختيار كل وحدة وتزيين ديالها. دابا هادي ديال ام عيشة كي بحالي كانت تقول لكم بلا بروتوكول بلا والو. البنات هذا هو الشكل النهائي ديال الصفه اللي وجدنا اليوم، ها نتوما كتشوفوا. خلاص التزيين حنا اقتصرنا على هذا التزيين، هذا نتوما على حسب الاختيار ديالكم. هذا التزيين راه ديال ام عيشة ماشي ديالي، هادشي اللي كاين. نتمنى انكم تجربوها في المنازل ديالكم وتعجبكم وتردوا عليا الخبر باذن الله. ها نتوما كتشوفوا هكا كتشي. يلا ها البنات تهلاو في راسكم بزاف، واللي مازال ما اشترك معايا في القناه يشترك باش يوصلوا كل جديد، وخليوا لي جيم وخليوا لي كومونتير زوين كي بحالكم، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو مقبل باذن الله. يلا باي باي عليكم.